ذكر الشيخ المفيد في كتاب تصحيح الاعتقاد في الصفحة 117 أن التذاذ أهل الجنة هو بالمناظر والمناكح وما تدركه حواسهم، وأن القول بوجود بشر يلتذ بالتسبيح والتقديس فقط هو قول شاذ ومأخوذ من كتب النصارى، وأن القرآن أكذب هذا القول في عدة آيات، فما هو تعليقكم؟ تعليقكم الجواب أن ما ذكره الشيخ المفيد عليه الرحمة شيخ الطائفة علم الطائفة محل مناقشة بالنقل والعقل. أما النقل فالقرآن نفسه وصف الجنة بأوصاف غير مادية كما وصفها بأوصاف مادية. القرآن نفسه قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. الرضوان ليس شيئا ماديا، الرضوان شيء روحي. قل الرضوان أعظم من هذه الأمور الأخرى. القرآن نفسه يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما الذي تنظر إليه الأبصار يوم القيامة في الجنة؟ تنظر إلى تجليات الله، تنظر إلى آيات الله. فهذا النظر ليس نظرا ماديا، هو نظر روحي. القرآن نفسه يقول: يوم لا يخزي الله الذين آمنوا، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. يعني المؤمن يوم القيامة يحتاج إلى نور إضافي، يقول أنا عندي نور بس أريد نور آخر. ما هو النور الآخر الذي يحتاج إليه المؤمن مضافا لنوره في الدنيا؟ نور روحي وليس نور مادي. إذن عندما نقرأ هذه النصوص نفهم أن للجنة جنبة روحية كما لها جنبة مادية. هذا من ناحية النقل. أما من ناحية العقل، بالله عليكم، إذا الأمر مثل ما يقول الشيخ المفيد، الجنة بس مناكح ولذائذ، يعني بس أكل ونكاح، هذه الجنة، إذن شنو الفرق بيني أنا وبين النبي محمد؟ معقولة؟ معقولة أنا أدخل الجنة للذة والنكاح والنبي محمد يدخل الجنة للذة والنكاح؟ يعني معقولة؟ يعني لا يبقى فرق بيننا وبين الأنبياء والأوصياء إلا في كمية النكاح وكمية اللذة؟ هذا معقول؟ يعني يتفوق علينا النبي بشنه إذن في الجنة؟ شنو تفوقه أن القصر اللي أنا فيه 1000 متر، لكن القصر اللي فيه النبي مثلا 70,000 متر هالشكل، أو أنا مثلا أعطى حورية واحدة والنبي يعطى 1000 حورية، يعني هكذا الفارق؟ هذا لا يعقل. لا يعقل أن يكون الفرق بين المؤمنين في الجنة فقط في كمية اللذة وفي كمية المشتهيات، هذا أمر غير معقول. إذن إنما يتصور الفرق بين المؤمنين في الجنة في رؤيتهم الشهودية لجمال الله وجلاله، هذا الذي يفترقون. كيف يرى محمد جمال الله وجلاله؟ وكيف يرى علي؟ وكيف يرى الحسين؟ وكيف يرى المؤمن؟ وكيف يرى غير وهكذا فيختلفون في الجانب الكيفي والروحي وليس من حيث الجانب المادي.